السلام عليكم طلبتي الأعزاء. رح نتكلم اليوم عن الاتصالات الكوميونيكيشن، شنو تعريفها وشلون بدأت الاتصالات، يعني رح نتكلم عن تاريخ الاتصالات وكذلك عن شبكات الحاسبات والاتصالات وتطبيقاتها، وأيضا عن رح نتكلم أيضا عن شبكات الإنترنت. نتكلم الآن عن تاريخ الاتصالات. لتعريف الاتصالات، هي عبارة عن الطريقة أو السبيل أو المفتاح لتواصل الناس أو التفاهم فيما بينهم. طبعا خلال السنوات السابقة تطورت الاتصالات بشكل كبير، ولكن يعني راح نلاحظ خلال يعني على مر العصور بأنه طرق الاتصالات بالوقت الحاضر تختلف بشكل كبير عن الاتصالات أو عن طرق الاتصالات السابقة اللي هي البريهيستوريك إيريا، اللي هي الحقب الزمنية السابقة، وذلك بسبب التطور اللي حصل يعني طرق الاتصالات. طبعا سابقا كان الاتصالات أو طريقة الاتصال تكون ما بين يعني شخص إلى شخص آخر، يعني from person to person، أو نسميها interpersonal interaction، يعني تواصل أو يعني تواصل يعني شخصي ما بين الأشخاص، إلى أن تطورت الاتصالات. يعني ظهرت الألفابت الأبجدية والساينز الإشارات والسيمبلز العلامات واللترز الأحرف والتليفون، كل هذا أدى إلى تطور طرق الاتصالات. طبعا بالوقت الحاضر عندنا الإنترنت قاد إلى طرق اتصالات جدا يعني متطورة، ويعني تقود إلى يعني عوالم جديدة في عالم الاتصالات. بالإضافة إلى ذلك نلاحظ أن التقنيات أو التكنولوجيا أيضا أفادت إلى حد كبير بتعريف يعني بتطوير طرق الاتصالات، لأنه بالوقت الحاضر الأشخاص ما يحتاجون إلى أنهم ينتظرون سنوات أو أشهر أو أسابيع أو أيام حتى يستلمون يعني معلومات أو يستلمون يعني مسجات، وذلك بسبب أنه باستخدام التكست وباستخدام يعني الإيميل والتويتس والبيرسونال مسج، يعني الرسائل الشخصية، ممكن أنه أي شخص يستلم المعلومات الخاصة به أو المسجات خلال ثواني. الآن راح نتطرق إلى مجموعة من أنواع الاتصالات اللي كانت يعني كان يستخدمها القدماء على مر السنين. أول نوع من أنواع الاتصالات هو الكيف بينتينجز، اللي هي عملية التواصل عن طريق طباعة الرموز والعلامات على جدران الكهوف في العصور القديمة، فهذه هي كانت طريقة لخلق عناصر للتفاهم فيما بينهم. النوع الآخر من أنواع التواصل هي السيمبلز أو الإشارات أو العلامات، حيث كان القدماء يستخدمون هذه الطريقة ويستخدمون العديد من العلامات والرموز لخلق حالة تواصل فيما بينهم. سموك سيجنالز، اللي هي عبارة عن إشارات الدخان، حيث كان القدماء يستخدمون هذا النوع من أنواع الاتصالات وخاصة في الصين، عملية إرسال واستقبال المسجات عبر إشارات الدخان. الكارير بيجنز، اللي هي عبارة عن استخدام الحمام الزاجل، طبعا هذه تعتبر هي طريقة قديمة وتم استخدامها قبل 2000 سنة من قبل يعني قدماء الرومان، استخدموا هذه الطريقة لإيصال الرسائل فيما بينهم في الحملات العسكرية. البوستل سيستم، اللي هو عبارة عن نظام البريد، استخدم قدماء المصريين هذه الطريقة لعملية إيصال يعني خدمة إيصال المسجات فيما بينهم، وكان نظام البريد يعني أيضا يعني تم استخدامه في بلاد فارس والصين والهند ويعني عند الروم، وكانت هذه الطريقة تحتاج إلى استخدام صناديق البريد، وكذلك أنه تم عن طريق إيصال المغلفات البريدية فيما بينهم لخلق عملية التواصل. نجي الآن على نوع آخر من أنواع الاتصالات، وهو النيوزبيبر أو الصحيفة. بدأ ازدهار الصحيفة في القرن السادس عشر، حيث تم نشر أول صحيفة باللغة الألمانية في عام 1605، وبعد ذلك تم نشر أول صحيفة باللغة الإنجليزية في
في عام 1620. وطبعا تعتبر هذه الطريقة هي طريقة اتصال لإيصال المعلومات فيما بين يعني الناس في يعني في تلك الحقبة. بعد ذلك تم ظهور تقنية الراديو في بدايات أو في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، حيث قام العديد من العلماء مثل ماكسويل والعالم هيوز بدراسة إمكانية الوايرلس تليغرافي، وتم تطوير هذه يعني كنظرية إلى نظرية الكهرومغناطيسية. فلذلك بدأ البث الإذاعي في بدايات القرن التاسع عشر. بعد ذلك تم ظهور التليغراف كوميونيكيشن، حيث هذا يعني كنوع اتصال بدأ بالازدهار أو بدأ بالتطور بعدما قام العالم سامويل مورس باختراع مورس كود أو شفرة مورس، حيث استخدم العالم مورس الأبجدية اللاتينية كأساس لهذه يعني هذا الكود. طبعا مورس يقوم بعملية إرسال المسجز من خلال مجموعة من الكليكس والتونز واللايت. وبعد ذلك قام بدمج مورس كود مع التليغراف تكنولوجي، فهذا أحدث طبعا فد ثورة أو فد تطور هائل في عملية الاتصالات في يعني تلك الحقبة. فبعد ذلك بدأ إرسال أول يعني تليغراف مسج من خلال خاصية التليغراف زائد المورس كود. وسيلة أخرى من وسائل الاتصال هي وسيلة التليفون، وهذه حيث تم يعني بصورة مباشرة إبدال أو استبدال خدمة التليغراف بالتليفون. وتم اختراع التليفون من قبل العالم الاسكتلندي ألكسندر غراهام بيل. وفي ذلك الوقت طبعا يعني التليفون لعب دور مهم أو عامل أساسي في عملية الاتصال في يعني ذلك الوقت، حيث يقوم بتحويل الإشارات الصوتية يعني البشر إلى إلكترونيك يعني سيجنال، إشارات إلكترونية، وبعد ذلك يتم إرسالها عبر الكيبلات. وطبعا بعد ذلك تم تطوير هذه الخاصية أيضا بصورة يعني تجارية، وحيث أنه تم عملية يعني انتقال الأصوات إلى يعني مسافات بعيدة. وبهذا بدأت خدمة الهاتف الأرضي في بدايات القرن العشرين. نجي الآن على وسيلة اتصال أخرى اللي هي يعني التي في. والتي في هو ظهر مع ظهور يعني خاصية يعني خدمة الهاتف يعني الأرضي. وطبعا يعتبر يعني كتي في هو وسيلة اتصال غير مباشرة، حيث انه فقط عملية ارسال المعلومات الى مجموعة من الناس او يعني الجمهور. وطبعا كتلفزيون او يعني تلفزيون يعني لم يعني تم تطويره من قبل عالم واحد، وانما هي جهود العديد من العلماء في يعني ذلك الوقت. اول بث يعني كتي في برودكاستينج أول شيء كان هو بعد الحرب العالمية الثانية، اللي في ذلك الوقت كان التصوير يكون بأبيض وأسود يعني بلاك أند وايت. هذه هي تعتبر وسيلة اتصال يعني أيضا. النوع الآخر من أنواع الاتصال اللي هو موجود في العصر الحالي اللي هو خدمة الإنترنت. خدمة الإنترنت طبعا ظهرت بعد ما تم عملية اختراع أو يعني خلينا نقول يعني الكريشن لشبكات الحاسبات في عام 1950. أول شبكة ظهرت هي الأربانيت، اللي هي تعتبر هي يعني هي يعني كشبكة يعني خدمة يعني النت، هي تعتبر يعني مسبقة أو أولية أو أساسية في ذلك الوقت. كمصطلح تم استخدامه في عام 1973، يعني مصطلح يعني إنترنت تم استخدامه في عام 1973. وأول يعني مزود خدمة يعني سيرفيس بروفايدر هو كان شركة التيلنت في ذلك الوقت. طبعا
طبعا في عام 1991 تم تقديم ايضا خدمة الورد وايد ويب، اللي هي يعني شبكة الويب العالمية، اللي تعتبر هي بداية عصر وعالم يعني الانترنت في وقتنا الحالي، اللي هو احنا لي حد الان بنستخدم هذه الخدمة العالمية، واللي هي تعتبر طبعا ثورة في عالم الاتصالات، اللي هي تعتبر احدث شيء في عالم الاتصالات، والى الان يعني هو جاري عملية تطوير هذه الخدمة بشكل واسع وعلى مدى يعني كل العالم، ومن قبل العديد من العلماء والعديد من جهود الشركات العالمية. نوع آخر من أنواع التواصل أو يعني طرق التواصل هي خدمة البريد الإلكتروني، التي ظهرت هذه الخدمة وأصبحت شائعة في وقت معين، وكان يعني ظهورها هو مع ظهور يعني خدمات الإنترنت. في عام 1975 قام جون بيتل بتطوير برنامج معين خاص يعني هذه الخدمة، وتقريبا في ذلك الوقت أخذت شبكة الأرفانت يعني 75% يعني مساحة لهذه الخدمة يعني طرق التواصل الأشخاص فيما بينهم. وبعد ذلك في عام 1994 يعني ظهرت يعني الياهو، اللي كان اللي بقت فترة طويلة نعتمد عليها في عملية التواصل عبر البريد يعني عبر يعني شبكات الإنترنت. بعد ذلك أيضا ظهرت العديد من المنصات الأخرى للبريد يعني الإيميل، مثل الهوت ميل والجيميل وغيرها من المنصات. نوع آخر من أنواع يعني طرق التواصل وهي يعني المسج أو التكست مسج، اللي هي عبارة عن رسالة نصية. طبعا أول رسالة نصية تم إرسالها هي في عام 1992، وبعد ذلك في عام 1994 ظهرت تقريبا أول شبكة يعني مزود يعني هذه الخدمة، والتي تقوم بعملية إيصال الرسالة النصية من شخص إلى شخص آخر. طبعا بالوقت الحاضر تقريبا يعني تم إرسال يعني كإحصائية تقريبا يعني 9 تريليون رسالة نصية كل يعني سنة. طبعا هذه مع تطور أنواع التواصل يعني خدمات يعني التواصل خلال هذه السنوات، واللي هي طبعا هذه هي تعتبر طريقة التواصل يعني جيدة يعني بين الناس. النوع الآخر اللي ظهر بالوقت يعني الأخير هي يعني قنوات التواصل الاجتماعي أو خدمات التواصل أو وسائل التواصل الاجتماعي، اللي هي السوشيال ميديا، واللي هي تعتبر يعني تقريبا هي من أحدث يعني قنوات التواصل في العصر الحالي، اللي هو يعتبر كعصر يعني عصر يعني رقمي، وذلك من خلال استخدام يعني هذه المنصات. وطبعا هي منصات متعددة، وهذه هي ظهرت وازداد استخدامها بسبب ظهور أو تقريبا زيادة ظهور يعني السمارت فونز وأنواعها، وهذه يعني كخدمات هي ممكن أنه هي تتنصب بسهولة على الحاسبة أو على الموبايل لعملية التواصل فيما بين الناس. ومن هذه البرامج مثلا عندي الفيسبوك، وعندي الماسنجر واليوتيوب وتويتر، ومثلا عندنا يعني الانستا والسناب شات وغيرها من أنواع يعني أو من برامج التواصل الاجتماعي في العصر الحالي. نتكلم الآن عن الكمبيوتر نتوركس، اللي هي عبارة عن يعني شبكة الحاسبة أو يعني شبكات الحاسبات، وشنو دورها بالكوميونيكيشن أو بعملية الاتصالات. اولا الداتا كوميونيكيشن هي تعود الى يعني مصطلح او يعبر عن انه هي عملية يعني ارسال البيانات، طبعا تكون بيانات خلينا نقول يعني رقمية بالوقت الحاضر، ما بين اكثر من حاسبة واحدة. فاذا ارسال البيانات ما بين هذه الحاسبات هو يعتبر عملية اتصال، والكمبيوتر نتورك او الداتا اللي تنتقل عبر يعني شبكة الحاسبات هي راح تكون يعني تيليكوميونيكيشن نتورك، هي عباره عن يعني شبكه تقوم بعمليه توصيل او يعني تسمح لهذه الحاسبات الاتصال فيما بينها، وعمليه تناقل الداتا ما بين هذه الحاسبات.
بالنسبة لي شلون تصير عملية الارتباط ما بين هذه الحاسبات على شبكة الحاسبات يعني اتصال مادي، يعني يعني physical connection، تكون هذه العملية بعملية تأسيس هذه يعني الشبكة وترتبط الحاسبات مع بعضها، يا أما عن طريق كابل يعني يعني كابل ميديا، أو تكون عن طريق الوايرلس، يعني أكو نوعين، يا أما كابل ميديا يا أما تكون يعني شبكة تكون يعني وايرلس. طبعا أشهر شبكة معروفة بالوقت الحاضر هي عندنا يعني شبكة الإنترنت، وك البيانات عملية إرسالها ما بين الحاسبات لإجراء عملية الاتصال أو الكوميونيكيشن، اصلا البيانات ترتبط بشكل يعني حزم، تكون يعني بشكل يعني باكيت، ويعني ترتبط او العفو يعني تنتقل عبر الحاسبات. وبالنسبه للاجهزه التي تقوم بارسال، طبعا هي عبر شبكه يعني الانترنت، تكون هي عباره عن شبكه حاسبات تتناقل البيانات، وهذه الحاسبات التي تقوم بعمليه الارسال او عمليه الاستقبال بالجانب الاخر تكون حاسبة أو تكون فون، يعني تكون يعني موبايل فون، هي تسمى يعني نود، يعني يكون كأنه يعني مثل العقدة راح يرسل أو راح يستلم البيانات. الآن راح نتكلم عن أنواع الشبكات. أول نوع من هذه الأنواع هي اللوكال أريا نتورك، اللي هي بما معناه الشبكة المحلية أو اللان. هذه عادة تكون مختصرة ضمن منطقة جغرافية صغيرة أو يعني منطقة جغرافية يعني محددة، تكون مثلا ضمن يعني بناية واحدة، هي مجموعة من الحاسبات يتم ربطها مع بعضها وتكوين يعني شبكة تكون يعني جدا صغيرة، مثلا ضمن بيت يعني عفوا ضمن يعني مدرسة أو ضمن مثلا دائرة أو ضمن مؤسسة معينة، فتكون ضمن منطقة جغرافية تكون يعني جدا يعني تكون محدودة. النوع الثاني اللي هي الوايد اريا نتورك او الوان، هذا النوع من انواع الشبكات ياخذ طبعا منطقه جغرافيه اوسع من يعني من اللان، ويستخدم ويعني ممكن استخدام اكثر من يعني شبكه لان ضمن يعني شبكه يعني وان يعني واحده. ويعني سابقا تم استخدام التليفون لاين او يعني الراديو ويف لربط هذه انواع الحاسبات او كشبكه مع يعني بعضها البعض. النيتروبوليتان يعني نتورك اللي هي المان، هذه طبعا تتم يعني ربط الحاسبات ضمن منطقه جغرافيه واسعه جدا اكبر من الوان ومن اللان، وتكون مثلا ضمن مدينه او ضمن يعني قريه واحده، فهذه ممكن انه احنا نربط اكثر من يعني وان او اكثر من لان ضمن يعني منطقه جغرافيه تكون نوعا ما تكون يعني كبيره. الكومبس نتوركس اللي هي عباره عن انه تكون شبكه للحاسبات، ولكن تكون ضمن يعني ايضا منطقه جغرافيه محدده، مثلا تكون ضمن قاعده عسكريه او تكون ضمن يعني مخيم خلينا نقول يعني عسكري. النوع الاخير اللي هي يعني الهوم يعني نتورك او الهان، هذه تكون كشبكه ضمن البيت الواحد، يعني ضمن البيت مثلا نربط يعني شبكه من الحاسبات او من الاجهزه ضمن يعني شبكه يعني تكون شبكه يعني محدده ضمن يعني بيت خلينا نقول يعني واحد، فلذلك يعني تم يعني تسميتها يعني الهوم كيعني يعني شبكة ضمن يعني بيت واحد. نتكلم الآن عن شبكات الحاسبات وتطبيقاتها، يعني شنو التطبيقات اللي ممكن من خلال شبكات الحاسبات. طبعا يعني بالبدء كشبكات حاسبات هي عملية اتصال ومشاركة للعديد من التطبيقات، هذه يعني مسألة المشاركة يعني شيء جدا مهم. مشاركة العديد من الخدمات، مثلا التواصل عبر يعني الورد وايد ويب، مثلا ايضا يعني مشاركه مثلا خلينا نقول يعني كيعني فيديو يعني مشاركه صوت، ومشاركه العديد من التطبيقات اللي تكون كيعني ستورج يعني سيرفرز، تكون يعني مخزونه ضمن يعني سيرفرات معينه، كذلك استخدام الطابعات، استخدام يعني الفاكس ماشين، كلها ممكن مشاركتها عبر يعني شبكات الحاسبات.
طبعا مع يعني ايضا انه يعني تناقل يعني البريد مع تناقل يعني انواع يعني المسجنج كتطبيقات، ويعني هناك العديد من التطبيقات اللي من خلالها نقدر نتواصل، ومن خلالها نقدر انه احنا نتشارك من خلال العديد من التطبيقات عبر شبكات الحاسبات.